أفكار خاطئة عن الزواج. الأفكار الغلط بتراجع نفسك عليها زي ما بتراجع نفسك على الأفكار الصح. يا ترى الفكرة واضحة في ذهنك صح؟ ويا ترى الغلط واضح إنه غلط جواك ولا لأ؟ لأن ده اللي بيخلينا نتلخبط في قرارات، إن تكون الأفكار رمادي كده في بعض الأمور، بتبقى يمكن يمكن في الجواز مخاطرة مش صح. ففي أفكار خطأ عن الزواج. أول فكرة خطأ عن الجواز أو أحد الأفكار، إن البنت هي اللي مسؤولة عن نجاح الزواج. الفكرة دي غلط وظالمة جدا للبنات. الاتنين مسؤولين مسؤولية مشتركة متساوية متوازنة عن نجاح الزواج. مفيش حاجة اسمها ما كل الستات مستحملة جوازها. لا، وليه ما تقولش كل الأزواج بيحبوا ستاتهم ما عدا أنت؟ يعني إيه؟ للأسف ده حتة شرقية دي، مش بتاعتنا خالص دي. إن المسؤولية تقع بكاملها على البنت في حماية بيتها وفي نجاح زواجها. تستحمل ويداس عليها وتتطربق الدنيا فوق دماغها ويعمل اللي هو يعمله، ولو قالت لأ ولو قالت كفاية تبقى هي بتخرب بيتها، ويبقى كل القسوة بتاعته، كل الغضب بتاعه، كل الأنانية اللي عنده ملهاش علاقة بخراب البيت. واضحة الفكرة دي؟ حسبه أنا بتكلم عن فكرة موجودة في المجتمع، فكرة بيبشروا بيها، إنه إذا البيت وقع في أي لحظة المسؤولية مسؤولية الزوج. وطبعا ده أحد أسباب صغر النفس عند البنات أكتر من الولاد، وصغر النفس عند الستات عامة، إن دايما ضميرها محمل بفكرة أنا أصلي معرفتش أنجح في بيتي. استني، أنت عملتي اللي عليكي وأكتر، بس جوزك الحقيقة سوري يعني مفتري، ملوش في ربنا، ما عندوش مبادئ، وأنت استحملتي ويمكن فوق طاقتك كمان، وأنت داخلة السما حتف بجهادك ومثابرتك حتى لو بيتك أحيانا ما كانش سعيد وكان ماشي بالزق، بس انت عملتي دورك بأمانة وباجتهاد. الفكرة دي بقولها ليه؟ عشان في ناس قالوا لي انت ما كلمتش الولاد كفاية. انا بكلم الولاد اهو. يا شباب، مسؤولية نجاح الزواج تقع على عاتقكم على الاقل 50%. على الاقل. يعني ايه؟ يجوز انت لانك رأس المرأة المسؤولية اكبر كمان، لكن خلينا نقولها 50-50. أنت مسؤول تماما عن بيتك قبل ما تكون مراتك مسؤولة عن البيت. أنت اللي بدرت واخترت. أنت هتفضل عليك القيادة، والقيادة مسؤولة. النهاردة المفروض في أي بلد محترمة لما بتحصل مثلا حادثة ضخمة في المواصلات، وزير المواصلات بيستقيل، مش العامل بتاع التحويلة بتاع القطر. للطبيعي أنه المسؤول هو اللي بيقول أنا غلطان، القيادة عليها دور. فده أول فكرة مهمة تبقى واضحة. أنا مش بقول إن مفيش مسؤولية على البنات، بس برجع المسؤولية من 90% ل 50%. فالبنت مش المسؤولة الوحيدة عن نجاح الجواز. لو الولد ما كانش حنين بيأثر في جوازه، لو ما كانش مسؤول بيأثر في جوازه، لو الشاب ده أو العريس ده ما كانش بيخاف ربنا زي ما قعد ابونا يحكي امبارح في عهد بينه وبين ربنا، يبقى مسؤول عن خراب البيت ده. كونها هي استحملت سنين طويله قوي، ده مش معناه انه لو البيت وقع يبقى هي بقى ما استحملتش. نسيب كل التقصير بتاعه ونجيب اللوم عليه. نقطه ثانيه، فكره تانية غلط. اذا كنا غير منجذبين لبعض عاطفيا هذا لن يتغير بعد الجواز. بمعنى ايه؟ شباب كتير مستنيين هيام وغرام ودرجة عالية جدا من الاندفاع العاطفي والجزداني عشان يقولوا ايه كده اطمن انه يعني هنعرف نتجوز، وانا لو ما كنتش منجذب قوي النهاردة يبقى مش ممكن ننجذب بكرة. بصوا، ارجعوا 50 سنة ورا، 30 سنة ورا، اهالينا لما ارتبطوا ببعض ما كانش في خالص الانفتاح الموجود ده.
حتى الخروج كان بحساب جدا جوه الخطوبة. مسك الإيد ده كان في ناس بتطخ عليه يعني، خد لها عيارين لو مسك إيديها في الخطوبة يعني. إنما أغلب الجوازات القديمة دي أغلبها تلاحظوا بعد عمر بقى يعني، تلاقوا الناس لما كبرت حب من النوع المثالي، تلاقي مثلا الزوج مريض والزوجة بتتفانى في خدمته بشكل رائع، مش واخدة أي حاجة خلاص، لكن إحساسها إنه ده جوزها بالعشر سنين تحت رجليه بتخدمهم بشكل زي ما بيقول المسيح بالظبط. طب دول ما كانوش قاعدين لاف ستوري زمان، ولا كانوا في أوتيلات في الخطوبة، ولا قعدوا يجيبوا هدايا بالألفات، ولا اتشاؤوا شويتين قبل الفرح، لا ما كانش فيه الكلام ده خالص. بس الحقيقة كمية الارتباط اللي بينهم تتحدى الدنيا كلها، هو ده جواز المسيح. إذن العاطفة مش بالضرورة تتولد كبيرة من الأول، في ناس مستنية العاطفة تتولد كبيرة قوي، الحقيقة دي بتقلب الموازين، ده احنا بنشوف عكس كده، ان العاطفة الكبيرة قوي دي بتتسخط خالص بعد كده، بينما العاطفة الهادية اللي فيه قبول وارتياح وإعجاب هادي ينمو مع الأيام، بتدي صلابة للحب والارتباط أقوى من أي حاجة، وما بتقفش لعند ماديات ولا عند جسديات ولا عند تحديات، كل ده ما يقدرش على الحب اللي بينهم لأنه ما كانش مجرد عاطف. إذا مفهوم خطأ أنك تقول أنا أصلي مش منفعل بيها قوي، طب ما قوي دي تخليها لبكرة، لما تبقى بتحبها وبتحبك وعايشين مع بعض وبتتكلموا مع بعض بقالكم عشرات السنين وما بتقدروش على بعد بعض، يجي حتة قوي دي تبقى هي دي بقى الارتباط، زاد مع الأيام مش ابتدى زيادة، ابتدى كبير وقل، لا هو كبر مع الأيام. أفتكر مرة قلت لكم حاجة قريتها في كتاب أرثوذكسي روسي، قال فكرة جميلة، كان بيدور الكاتب ده يعني كاتب أرثوذكسي حلو على صورة يحطها لكتاب عامله عن الجواز المسيحي الأرثوذكسي، وطبعا أولاده في الخدمة كلهم اقترحوا صور من اللي هي ايه بقى، الجنينة بقى والبحر وعروسين شباب والمناظر الشاعرية جدا، وجات له صور كتير زي كده وهو فضل قلقان مش مرتاح. وبعدين كان بيتواخد خلوة في مرة في جنينة كده، لقى اتنين عواجيز كراكيب معديين المية أكيد، يعني ناس كده جايين من العهد القديم، راجل ومراته قاعدين على كنبة في الجنينة، قاعدين مش هيقدروا يقفوا حتى غالبا، وبعدين الاتنين بصين لقدام مش بصين لبعض، وبعدين ما بيتكلموش، انما وهم قاعدين ماسكين ايدين بعض قاعدين جنب بعض، راجل ومراته عواجيز قوي باين عليهم تجاعيد، ماسكين ايدين بعض بصين لقدام، في ابتسامه حلوه على وشهم، وشهم في الطيبه قوي بتاعه الناس الكبار، وبس لقط الصوره وعمل الكتاب، وابتدى بقى من الصوره دي يشرح الفكر، قال لهم هو ده الجواز المسيحي الارثوذكس، هو ده الحب اللي انا عاوز اقوله لكم، الحب مش الاتنين الشباب اللي بيتنططوا وبعدها بيوم او في نفس اليوم بيزعقوا في بعض، مش الحب اللي هو الانفعالات الجنسية العالية اللي لسه ايه الدنيا يعني مش عليلة، لا خلاص الحب مش هو الكلام والحديث مش كده، لان ممكن الكلام يطلع كتير منه يعني مش في محله قوي، انما الحب هو ارتباط داخلي سري يتحدى الأيام ويتحدى التاريخ، والناس دول كأنه ابتدى يحلل يعني، الناس دول الجسد خلاص هدي خد أجازة، والكلام يمكن خلص، خلص بمعنى إيه؟ قلنا كل الكلام الحلو ومتأكدين منه وسمعينه من غير ما نقوله، إنما اللي فاضل إيه؟ هنفضل ماسكين إيدين بعض وعنينا على الأبدية مصرين ندخلها سوا، فاهمين الفكرة؟ احنا ماسكين ايدين بعض لاخر لحظة لاخر نفس، وكل اللي بنقوله لبعض هندخل السماء ونكمل مع بعض في السماء للأبد،
من غير جسديات، من غير حواديت على الأرض. المشاعر الهادية هديت بس الانتماء والحب والوفاء والإخلاص والارتباط اللي بيننا يتحدى كل شيء، هيغلب الموت. وده المعنى المفروض نفكر فيه. كلنا لما نفكر نتجوز بتفكر في يوم في شهر العسل، لا لا لا، تبقى بتفكر غلط. لما تفكر تتجوز فكر ربنا يديك العمر انت ومراتك، وبعد ما تجوز ولادك هتبقى ايه علاقتك بمراتك في الوقت ده؟ هي دي صاحبتك، شريكة حياتك، هي دي اللي انت متمتع بالكلام معاها، هي دي اللي بتصلي معاها، هي دي اللي بتتمشى معاها، هي دي اللي بتفكرها بالدواء وبتفكرك بالدواء، هي دي اللي بتستقبلوا الأحفاد مع بعض. هو ده الحب اللي يدوم واللي يحمي واللي يشفي واللي يدي النعمة وطعم للحياة واللي يكمل الأبدية. ثالث مفهوم غلط. طبعا أنا بقول الغلط وبقول الصح. الزواج له خاصية خزعبلية، أننا إذا كنا غير متفقين الآن فإن العشرة بعد الزواج تزيب الفواصل. ده الخطأ. الحياة الجواز مش حاجة خزعبلية، والجواز مش بيعمل المعجزة دي، لا. إذا ما كناش متفقين النهاردة بكرة مش هنتفق أكتر. إذا كنا النهاردة مختلفين بكرة الاختلاف هيبقى خناقة. فللأسف في مفهوم سائد ومستورد وبيتباع غالي في السوق كمان، انه معلش ما حصلش حاجه، لما يبقوا مع بعض في بيت واحد هيتفاهموا. لا خالص، ده وهم بعاد عن بعض التفاهم اسهل. اذا ما نجحوش يتفاهموا مع بعض في فتره ما قبل واثناء الخطوبه، يبقى الارتباط بعد كده مغامره غير ريسكي. احنا لو كنا غير متفقين الآن يبقى الأفضل نراجع موقفنا الآن. ما تجملش الصورة أرجوك، ما تقولش الدعاء كاذب داخلك بكرة تتغير فكرة غلط أو أنا هغيرها. غلطين، افتراض إن هي هتتغير أو هو هيتغير خطأ، وافتراض إنك قادر أو أنت قادرة إنك تغيري قمة الخطأ. هتقولي يعني محدش بيتغير؟ لا، ممكن ممكن، بس لما يبقى خلاص نصيبك واتجوزت وفي عيب في اللي قصادك هتصلي ربنا يساعدك عليه ويغيره. لكن ما ينفعش تدخلها كده، ما ينفعش تبتديها كده شايف خطأ صريح ما تقدرش تتكيف معاه وتقوله ماله يمكن يتغير. لا، ما ينفعش خالص، فكرة غلط. ما تكملش، ما تدخلش، ما تبتديش، لأنه مش هيتغير بالطريقة دي. زي فكرة السؤال اللي جالنا، واحد مش ما يعرفش ربنا وانا قلت هيتغير وبعد شوية اتغير بقى اسوأ، اتغير وسابها. يعني هي يا عيني اللي متنازلة وقبلاه وهو غير روحاني وهي بنت ربنا، وهي اللي خسرت لانها دخلت غلط بتفكير غلط. وهنا افتكروا القاعدة دي، الحياة الروحية والشركة الروحية. في اعتقاد عند البعض انت خادم وهي خادمة هتطلعوا ايه، اسرة خدمة مع بعض. لا يا حبيبي خالص، واحد زائد واحد يساوي اتنين بس في الحساب، وحياة روحية زائد حياة روحية هتبقى عشرة. ده الخيال الجميل والاماني الحالمة الجميلة. الواقع ايه؟ الحقيقة في الجواز واحد زائد واحد يساوي نص او زيرو. ده اللي احنا بنشوفه. يعني ايه؟ خليكوا فاهمين دي يا جماعة. في ناس تتصور ايه؟ تصورات روحية عالية غير واقعية. انت بتحب الصلاة وبتحب الخدمة، دي حاجة جميلة، وخدت خادمة فعلا عندها حب للناس وتحب الانجيل، عز تمام كده. ده مش معناها ان وقت الصلاة والانجيل والخدمة هيتضاعف بجوازكم. لا لا، افهمها صح. الجواز لأنه ارتباط له تبعياته، له مسؤولياته، الوقت هيقل والضغوط هتزيد، وانت هتبقى بتصارع تكمل قانونك الروحي اللي كنت بتعمله قبل الجواز. والشيطان هيجي يقولك يا ريتك ما اتجوزت، اخدتها خادمة والنهاردة مش بتصلي زي الأول. العيب مش فيها، لا بصراحة العيب مش فيك،
لكن مشروع الزواج بتبعياته واقعيا بيقلل الوقت الروح. خليك واعي لده عشان تبقى فاهم انه ما تجيش تشكي وتقول مراتي من ساعة ما اتجوزتها انا رجعت روحيا. انت رجعت روحيا لانك انت كسلت، لانك انت استسلمت، لانك انت بعت القضية، تصورت ان الجواز خلاص كده لوحدنا هنكبر روحيا. لا، مفيش حاجة اسمها كده. اذا كنت بتجاهد مع ربنا قبل الجواز محتاج تجاهد ضعف بعد الجواز عشان تحتفظ بالمستوى، مش لانه الشريك الروحي ده شريك مخالف، لانه الظروف غير الاول. انت النهاردة بقالك بدل الاب اتنين وبدل الام اتنين وبدل الشغل شغلين، وبقالك بيت الاكل بنعمله وبالبيت بننظفه، الحاجات دي ما كنتش حاططها خالص او ما كنتش حطاها في جدولك. فما تتخضوش لما تلاقوا ده الواقع. بس في طعم جديد للروحانية بقى، طب منكم يعني في خبرات جديدة، في استقرار نفسي جديد، في متعة جديدة روحية، في صديق روحي اسمه شريك حياتك. بنتكلم في الأمور الروحية، مش بقى مع كتاب بتقرأ كتاب روحي، لا، في صداقة روحية يمكن أول مرة تدقها، في تشجيع روحي ما كنتش دقته قبل كده لأن معاك في البيت. قومي نصلي يا ماما، احنا بقالنا مدة ما صليناش كويس. يا بابا بقالك مدة ما رحتش القداس. ايه اللغة دي؟ ما كانتش موجودة. كانت ماما بتقولك ما تقوم تروح القداس، تقول لها مالكيش دعوة. دلوقتي الموضوع مش كده، الموضوع بابا وماما. يعني زوج وزوجة، أب وأم، بيشجعوا بعض على السماء، بيفكروا بعض. لما بيفطروا أقول لكم حاجة، بيعترفوا لبعض. وماله يعترفوا من غير حل، لكن يعترف أقصد بها إيه؟ إن هو بيشكلها نفسه لأن هي نفسه. فدي ده طعم جميل. هو بيقول لها أنا متضايق من نفسي، أنا بقيت عصبي. ما كانش يقدر يقول لحد الكلمة دي، وفين لما يلاقي أب اعترافه يقولها له. لكن مراته بتسمع اعترافه كل يوم، مش أعداله، لكن المقصود بيها هو بيرتاح وهو بيعمل كده. وهي مرتاحة لما بتقول له أنا بقالي أسبوع ما قريتش الإنجيل، وتعيط وتتضايق. أنا ما كنتش كده. يقول لها معلش أنا عارف إن أنت مضغوطة، وراكي، طب تعالي نشجع بعض. طعم جديد للحياة الروحية. لكن بلاش الرؤية النظري بتاعت هو روحاني وأنا روحانية هنعمل دير. لا، دير إيه؟ الدير يا أخويا موجود من غير جواز. فكرة كمان خطأ. لما نتجوز واحنا صغيرين في السن ننضج سويا، ابقى قابلني. لما نتجوز صغيرين في السن يبقى لم ننضج، سنكتشف اننا اخترنا غلط. ده الاحتمال الاكبر. تاني بقى، لان ده حته تخوف قوي. لما نتجوز صغيرين زياده، الاحتمال الاكبر انك تكتشف وتكتشفي ان لو رجعت الايام او خدت فرصة اختيار مش ممكن تختاري ده. ده الاحتمال الاكبر. فقلت ننضج سويا، ده كلام ايه؟ شعارات مش حقيقية. لان نضج كل شخص مستقل عن الاخر. البروجرام بتاع الماتيوريشن اللي جواه مختلف عن التاني، لانه مرتبط بتربيته ونشأته والخبرات اللي تعرض لها ودوره هو وايجابيته في تغيير نفسه. كل ده ممكن يطلع واحد يمين خالص، واحد شمال خالص. فلما تلاقي عريس 21 وعروسة 18 وحبوا بعض، والناس الحمد لله يقول لك خلينا احنا اتجوزنا صغيرين زمان ودينا عايشين زي الفل، وهوبا في سنة كده تلاقي ايه؟ عريس وعروسة 22 و19 سنة، والحمد لله الامكانيات تسمح. وبعدين على 25 تلاقي نكد جامد، وتلاقي البنت بتقول أنا مش طايق أعيش كده، وبنت زي الفل، بس مش ده خالص الراجل اللي أنا كنت أتمناه خالص. دلوقتي وعيت، دلوقتي عينيها اتفتحت، دلوقتي استوت، دلوقتي كبرت، مخها اتغير، فشافت الدنيا بطريقة تاني، عرفت احتياجاتها ما كانتش عارفاها، لقت ده ما ينفعش خالص يسد الاحتياجات دي. بقالها أحلام، ده ماشي في أحلام تانية خالص بالنسبة لها كوابيس.
هنبتدي بقى ايه نلصب ونحاير ونعالج، بس طبعا النتائج ضعيفة براكتيكال، الا لو في معجزات بقى بتحصل، وده احيانا يحصل فعلا. ده ليه؟ لان اخترنا صغيرين بادعاء ان احنا هنستوي سوا. الكلام ده مش مظبوط. عشان كده العلاقات المبكرة لا تقبلوها ولا تشجعوها. السن فعلا له تأثير، لأن النضج قضية آدم استوى قبل ما تيجي حواء، لأنه آدم وحواء ما استووش مع بعض، ربنا ما عملهاش كده، سواه الأول، بمعنى بقى يحب ربنا، بقى يحب الناس، مش الناس، الطبيعة أقصد، الخليقة، بقى يحب نفسه وعرف مسؤولياته، ولما جت حواء عرف مكانها في حياته الطبيعي، عظم من عظمي ولحم من لحم. فكرة كمان خطأ، مش مهم أحبه لكن مهم يحبني هو. برضو ده إيه بقى؟ ده شعار بيتقال من الجدات ومن أيام الفراعنة، يعني خدي اللي يحبك ما تاخديش اللي تحبيه. الحقيقة لو ما خدتيش اللي بتحبيه مش هتعرفي تحبيه، باحتمال كبير هتتعذبي بقية عمرك. صعب قوي تيجي زوجة بتقول مش طايقة، بيحبني وبيعمل كل حاجة بس أنا مش قادر أحبه، عمري ما حبيته، قالوا لي كويس، قالوا لي بيحبك فقبلت، لكن عمري ما حسيت بيه، مش طايقة يلمسني. كلام صعب. وزوجة كويسة ما هياش إنسانة وحشة، بس هي قبلت خطأ إنها تبدأ علاقة زوجية بدون أي حب داخلي أو أي مشاعر. غلط، محدش قال كده، محدش قال كده. لا، لو قلبك ما تحركش ولا خطوة ما ينفعش تبتدي. الحكاية حكاية حب في الآخر، جوازنا جواز حب، مش بنلغي المشاعر من الحب ولا بنقولش المشاعر هي الحب، لكن المشاعر جزء من الحب وما ينفعش تنعدم، لا ما ينفعش. فهنا قضية انه مش مهم احبه، لا مهم، مهم تحب خطيبتك مش بس هي تحبك، مهم الحب يبقى رايح راجع، لانها شركة، ما ينفعش تبقى طرف واحد، تبقى فكرة الاثنين واحدة اتلغت. فكرة كمان غلط، التوافق الجنسي غير مهم، المهم هو التوافق الذهني والاجتماعي لأن هذه غريزة. برضو الكلام ده مش مظبوط، بمعنى تسموها كيمياء، أنا ما بفهمش بقى الفرق بين الكيمياء وبين الاتراكشن وبين الحاجات دي، إنما فكرة إنك تشتاق تبقى مراتك في حضنك ده مش خطية، وده لازم يكون موجود، ولو مش موجود بأي درجة تبقى في حاجة غلط وما ينفعش تدخل في الموضوع ده. كونك متفاهم، بس هي مش واحد صاحبك، مش ده الجواز، دي حاجة تانية. علاقة صحوبيتك مع واحد صاحبك ده موضوع تاني، لكن إذا كنت بتتكلم في زواج واستقرار بكل الجوانب لازم يكون في نوع من الاتراكشن موجود، بنعمل عليه كنترول، هي دي الماتيوريتي، انك ناضج وعارف انه له معاده، مش في الخطوبه ولا طبعا قبلها، ولا لمسه ملهاش، مش بريئه او مش في وقتها، مش مقبول، لكن في اشتياق. الكتاب المقدس بيقول الى رجلك يكون اشتياقك، في اشتياق. طب وماله؟ الاشتياق بين الزوجين ده لازم يكون موجود، فما تقولش ان ده حاجة مش مهمة، كفاية ان انا مقتنع بعقلي بس، لا مش كفاية، خطر على المدى البعيد، خطر وبيعمل مشاكل زوجية صعبة. فكرة اخرى خطأ، هدف الجواز هو انجاب الاطفال فقط. الحقيقة ممكن نعمل مصنع عيال وبلاش الجواز، او اقصد ايه، الحقيقة العيال اللي ملهاش أهل بالملايين النهاردة، فربنا مش غاوي يعمل عيال وخلاص، القصة مش كده، ربنا غاوي حب، ربنا اسمه الله محبة، فخلقة العيال هي هدف تاني للزواج،
بس مش هدف أول. الهدف الأول للزواج المسيحي هو الحب، هو الشركة. ده الهدف الأول، بدليل أن أبونا إبراهيم وسارة كانوا زوجين حوالي 40 سنة بدون أولاد، ومحدش شكك في جوازهم ولا قال ربنا غلط في الكابل ده. لا، ما غلطش، هو عامله كابل زوجي سعيد وبدون أولاد. الأولاد يجوا أو ما يجوش، لكن الحب لازم يجي، وإلا ما يبقاش الجواز جواز. الجواز جواز 100% ناجح طول ما في حب، مش 100% ناجح لما يبقى فيه أولاد. فاهمين الفرق؟ الجواز ناجح 1000000% طول ما فيه حب مسيحي، بلس أور ماينس أولاد يتمتعوا بالحب ده. ده فكرنا المسيحي. فكون راجل، في راجل شرقي ساعات يبقى عاوز يجيب عيال، فالزوجة قيمتها بالنسبة له في إنها تجيب عيال. طبعا دي حتة صعيدي شوية. في البنات أصعب، في بنت من كتر الأمومة اللي جواها طموحها الوحيد في الجواز إنها تبقى أم، شغلاها جدا القضية دي، فممكن تقبل أي راجل أو تتنازل تنازلات كبيرة. ليه؟ أنا عاوز أجيب عيال، عاوز أبقى أم، أنا هستحمل أي راجل بس أبقى أم. غلط، مش جواز خالص ده، ما تجيش كده الأمور، لأنه مش هدف الجواز الوحيد عيال. العيال نعمة من ربنا بيديها لناس، وأحيانا ما يديهاش لناس عشان يجيبوا عيال بطريقة تانية، بطريقة روحية، عشان يركزوا في عيال ما لهمش أب وأم. هي ببساطة خطة ربنا كده، إن الأهالي اللي ربنا ما ادهمش عيال يلموا العيال اللي مش لاقيين أهالي، موجودين أو مش موجودين. يعني إيه موجودين أو مش موجودين؟ يعني في عيال كتيرة قوي ليها أهالي بيقولوا في بالهم يا ريته ده ما كان بابا، يا ريتها ما كانت ماما، فدول محتاجين بابا بديل وماما بديلة، وما أكثرهم. فخلاص اللي ربنا ما ادالوش عيل عندكم عيال يحبهم، مش محروم من حاجة أبدا، واللي اداله عنده مسؤولية يمتع ولاده بالحب ويطلعهم برودكتف هم كمان لملكوت الله. ففكرة إن هدف الجواز إنجاب الأطفال ناقصة جدا وغلط، ده مش هدف الجواز. ولما تقرأ كورنثوس بالذات اللي حط فيها بولس الرسول أهداف الجواز، ما حطش الأطفال خالص، بالرغم إنه حط حاجة بتغيظ الناس أحيانا، إنه عشان ما نغلطش نتجوز. وفي شباب متدين لما يقرأ دي يتغاظ من بولس جدا، أنا هتجوز عشان ما أزنيش؟ بولس يقول آه، هتتجوز عشان خوفا على نفسك من الزنا، مش عيب، مش ده السبب الوحيد، بس ده أول سبب. اتنين، عشان تحب، دي أهم ودي أرقى. لكن واحد وانت شاب بتقع وبتحارب عشان ما تغلطش، مش غلط، موجودة في كورنثوس 7. لكن مش محطوط الهدف عشان تجيب عيال، لا، لأنه دي ممكن وممكن لا، فما ينفعش تبقى خطة ربنا على الكل. لكن عشان تصون نفسك، تحفظ نفسك طاهرا جوه الجواز، وعشان تتمتع بالحب، وعشان تخدم ربنا. يعني مع شريك حياتك مسكين ايدين بعض تقدروا تقدموا لربنا خدمة أجمل كتير من وانت لوحدك. ده بقى كلام ربنا عن الجواز. فكرة خطأ كمان، فكرة خطأ بتاعت ايه؟ توقعات غير واقعية مثل وجود المعنى للحياة في الزواج. واحد بيقول عاوز اتجوز، تسأله عاوز تتجوز ليه؟ يقول لك مش لاقي معنى لحياتي، فعاوز اتجوز عشان الاقي معنى. مش هتلاقي حاجة، انت هتلاقي مصيبة، لانك تايه فهتتعب اللي معاك وهتفضل تايه. وده النضج اللي بنتكلم فيه، قبل ما تتجوز لاقي المعنى، لقيت هدف، لقيت حياة روحية، عينك على السماء، بتحب الناس، بتخدم، في قيمة انت لقيتها ثمينة عاوز اللي يشاركك فيها، عاوزين تشلوها مع بعض، اتجوز. انما انا تايه، لا عارف عايش ليه ولا جيت ليه ولا رايح فين، فيمكن اتجوز لعلي اجد اجابة. لا، مش هتلاقي، لان الجواز ما اتعملش عشان تلاقي اجابة، الجواز اتعمل عشان تنفذ الإجابة،
اللي انت لقيتها قبل كده. انا لقيت اجابه لمعنى الحياه. انا موجود عشان احب ربنا واحب الناس. انا موجود عشان دي فتره مؤقته لدخول الحياه الابديه. انا لقيت قيمه ورساله عاوز اديها، وعاوز حد يشاركني الرساله. هنا اختار الشريك المناسب اللي يدخل معاك للرساله دي. فاذا كنت تايه، والحقيقه احنا شفتها كتير، واحد تلاقيه تايه، حياته الروحيه سطحيه وضحله، متوه كده، ما انتش عارف هو عاوز ايه. عنده الامكانيات، فالفلوس ما هياش طموح، والعلم قطع في شوط كويس، يعني ياخد اكتر من كده او ما ياخدش مش فارقه، والدنيا ماشيه بس ماشيه لوحدها، فما فيش تارجت. فقال طب ما نتجوز. لا كده مش شغل، مش ما نتجوز لعلنا يعني نجد كنزا، لا ما تجيش كده. الجواز تبقى فاهم انت بتتجوز ليه، وتبقى فهمت انت عايش ليه قبل ما تتجوز ليه. افهم عايش ليه الاول، وبعدين تعال اتجوز عشان تمشي صح. مفهوم خطأ كمان، حتى لو كنا غير متفاهمين وغير مترابطين، الاولاد يجمعونا. يعني ايه؟ كابل مثلا بيتخانق من السنه الاولى، لسه ما جابوش عيال، خناقات جامده، فحماتها تنصحهم هاتوا عيال سركوا يهدى. الحقيقه لما هيجيبوا عيال هيجيبوا اخر الشارع، السر مش هيهدى. لان اذا كانوا بيتشكلوا في شويه فلوس ومامتك ومامتي ونروح ونيجي، هيتشكلوا اكتر على الزبون الجديد، مين يمتلكه، مين يحتكره، نربيه ازاي، ناكله ازاي، كل واحد هيمشي بدماغه، فهتبقى النار تولع اكتر. ففكره ان الاولاد تجمعنا كانت حلت لنا مئات من المشاكل اللي فيها عيال بيدفعوا الثمن. العيال بيدفعوا الثمن، مش ان العيال حلوا الاشكال، لا خالص، فكره مغلوطه ومقلوبه. العيال هم اللي بيدفعوا ثمن ان الاب والام مش متفاهمين. فتولد الطفل في عالم كله صراع، كله خناق، عكس اللي قصده ربنا، عكس الحب اللي ابتداه ربنا، فطالع طفل مشوه. يطلع بقى ديبرست، يطلع عنده قلق، يطلع اجريسيف، يطلع عنده انفيريوريتي عاليه، يطلع فاقد طعم للحياه، يطلع ملحد، لان ربنا اكيد مش موجود. وياما بسمع، لسه كان عندي بنت الاسبوع ده، انا لو شفت ربنا هقلت كلام صعب عشان يعمل لي اب زي ده. ليه سابه يولدني؟ كلام صعب. وانا مش قادر اقول لها اسكتي، مش قادر، ما اقدرش اقول لها كده. هي معاها حق في اللي بتقول، مش في انها تتهم ربنا، في الغلب اللي هي شايفاه، وامها لانها شهيده مستحمله الوضع، بس هي خلاص طقت من جنابها ومستعده تعمل اي حاجه غلط في الدنيا عندا في ربنا. شوف بتوصل لايه. مين السبب؟ اب وام اختاروا غلط ومش فاهمين حب، وقالوا يوم من الايام لما نجيب عيال يعلمونا نحب بعض. لا خالص، ما حبوش بعض خالص، لان مش العيال اللي هتعلمهم الحب، العيال هتتعلم منهم الحب، اتعلموا الاسوأ، اتعلموا الكراهيه، اتعلموا الحقد، لان ما تعلموش حب. والعيال مش دورهم يعلموهم الحب، دور الكبار يعلموا العيال الحب. فقلبنا الموازين. ففكره لو احنا مختلفين ومتنافرين ونجيب عيال عشان نتحب، ده ريسك عالي جدا. الكلام ده مش مظبوط. اخر فكره غلط، انا رسمت صوره جوايا البنت عاوز ارتبط بيها، ولما حطيت بنت في الصوره دي اتجوزتها. ايه الغلط في الكلام ده؟ احيانا الصوره اللي انت بترسمها للبنت اللي انت عاوزها بتكون صوره لبنت تنفع واحد تاني غيرك خالص. التاني ده هو شخص تصورت انك انت هو. تاني، انت مش فاهم نفسك، فمش عارف خالص مين اللي يناسبك.
فأنت لأنه مثلا كل الشباب بيقولوا عاوزها جميلة، عاوزها رفيعة، عاوزها مش عارف إيه، أو لأن واحد خادم صاحبك بيقول عاوزها بتحب الصلاة قوي، عجبك الشعار ده فتقول أنا عاوزها تحب الصلاة قوي، وبعدين لما اتجوزتها لقيتها بتقفل على نفسها نص ساعة، إيه كفاية كفاية، عاوز واحدة تلغيني تكلمني، مش أنت كنت بتقول عاوزها تحب الصلاة قوي؟ مش أنا، أنا كنت بقول كده أه، بس أنا طلعت مش أنا، مش أنا اللي كنت عاوز كده، طلع إنه 5 دقايق كفاية قوي. طب أنت كنت بتقول الكلام ده ليه؟ كنت متخيل نفسك كده ليه؟ النهاردة كل واحد في الكنيسة يقول لك عاوزها، ويقعد يقول كلام على قديسات، يعني الست دميانة بقى والقديسة مارينا الحقيقة ست دميانة ما تنفعش زوجها لأنها رهبة. يعني إيه؟ يعني حياتها لا تناسب أن تكون زوجة، بغض النظر عن عظمتها كقديس، فهموني صح، هي هتقضيها صلاة وتسبيح، هي مش هتبقى ملك جوزها، مش رسالتها، مش حياتها، هي أعظم من ناس كتير، لكن مش مناسبة كزوجة. إذا أنت تصورت أن جمالها وكمالها الروحي ده هيشبعك، أنت مش فاهم نفسك، أنت عاوز واحدة تحكي معاك، أنت عاوز واحدة تطبخ لك، عاوز واحدة تشيل العيال، عاوز واحدة تحكي وتضحك معاك، تخرج وتقعد في مكان تشرب ليمون، أوكي، شوف أنت عاوز إيه. دي ما تنفعش تبقى ست دميانة، وأكد لك مش هتنفع تخرج معاك، مش هتعرف، ما بتحبش الحاجات دي. فمين اللي أنا عاوز أوصله؟ إذا الصورة الخيالية اللي أنت رسمها دي، افهم أنت عاوز إيه الأول. ما تتقمصش الصورة بتاعت واحد تاني، ما تفترضش صورة مثالية اتقالت لك في الوعظات وخلاص، في الآخر شوف انت عاوز ايه، نفسك في ايه، be yourself، عشان اللي تختاره تختاره صح. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.